أقوى صحة في مصر. نيو هارت اسمي يعني صحة المصريين، مع أفضل خدمة مستمرة خلال 24 ساعة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لنا، بمستشفيات نيو هارت المعلمين بالقاهرة ومستشفى النهار بمدينة نصر، وأفضل علاج للأورام بالإشعاع مع خدمة IMRT بمستشفى الخير بالمنصورة والأولى بدلتا مصر. للتواصل مستشفيات المعلمين بالقاهرة 010-688-72-33، الأنجلو 010-28-03-757. نيو هارت اسمي يعني صحة المصريين. مشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتعليم جديد في برنامجكم روشتة تعليمية. حلقتنا النهاردة هنتكلم على حق المعلم، حق ولي الامر، وحق الطالب. هنبدأ الاول بحق ولي الامر. احنا عارفين ان من شهر بالظبط، من حوالي شهر 11، السبوبة اشتغلت بتاعت الابليكيشن بتاعت المقابلات في المدارس الخاصة. النهاردة بيدفع ولي الأمر في مدارس من 500 جنيه لحوالي 1500 جنيه ل3000 جنيه بحجة اختبار ولادهم، ودي بتبدأ دايما في رياض الأطفال في المدارس اللي هنقول برضو انها سمعتها سمعة طيبة وفي اقبال كبير جدا عليها. لكن المبالغ دي بقى بتروح فين؟ الناس كلها بتروح تقدم، بيملى الابليكيشن وبيدفع الرسوم، ما بياخدش ايصالات ولا اي حاجة. الحدوتة ايه؟ اني بيتعمل اختبار لولادهم. طيب اللي ما بيقبلش في المدرسة دي فلوسه بقى بتروح فين؟ بتروح لأصحاب المدارس. المدارس دي الفلوس دي بتروح لأصحابهم، لا الدولة بتاخد حاجة ولا الإدارات ولا الوزارة ولا حد بياخد أي جنيه. ولو ضربنا مثلا النهاردة هنقول متوسط بلاش 3000 جنيه، لو قلت النهاردة 1500 جنيه، النهاردة في 1000 طالب اتقدموا، يعني عندنا حوالي بتاع 1.5 مليون النهاردة موجودين، أو 1000 أو لو 150 حتى، فيها مبالغ رهيبة بتخش بالآلاف المؤلفة. طب دي بتروح فين؟ محدش يعرف عنها حاجة. المفروض التقديم لمراحل رياض الأطفال دايما في شهر 6، يعني بيبدأ من 1/6 إلى 30/6، دي المرحلة بتاع مرحلة التقديم لرياض الأطفال. طب إيه اللي بيتم فيها؟ إن اتفتح الباب من شهر فات، وبتبدأ الناس تقدم، وبيبدأوا يدفعوا المصاريف الدراسية بتاعتهم بتاعت السنة، والفلوس دي بقى بتخش ودائع في البنك تشتغل السنة كلها. ورغم ده مخالف اصلا ان ممنوع حد يستقبل اوراق دلوقتي، لان احنا ده لسه نهاية الفصل الدراسي الاول، لسه على ابواب امتحانات الفصل الدراسي الاول. لكن المبالغ اللي بتدفع او المصاريف الدراسية اللي هي بتدفعها ولي الامر فيها بتشتغل من دلوقتي لشهر 10 اللي جاي، لاكتوبر 2019، ودي موجودة في البنك بيستفيد بيها سواء ودائع او شهادات بيستفيد بها صاحب المدرسه وولي الامر مغلوب على امره ان عاوز يحجز ابن مكان لابنه او بنته، فبالتالي ان هو مضطر غصب عنه ان هو بيدفع الفلوس. طيب هل ده صحيح؟ لا ده مش صحيح، لان زي ما قلت التقديم بيبدا من 1/6 الى 30/6. اولا الامور بيشتكوا، طب بعد ما بيشتكي الوزاره بتنزل متابعات، والشكاوى بتخش الادراج، والحصيله ايه؟
الحصيلة صفر، والمستفيد صاحب المدرسة الخاصة فيها. ده في حق ولي الأمر اللي هو بيدفع فلوس وما بياخدش خدمة، حتى لو ابنه قبل ما بتتخصمش أصلا من المصروفات الدراسية. احنا معانا تقرير دلوقتي، هنشوف التقرير اللي هو حق المعلم ونرجع لكم تاني، انتظرونا. أعزائي المشاهدين، احنا بعد طبعا بعد ما شفنا التقرير، التقرير ده كان مؤتمر في حلوان اسمه حق المعلم. كان في مؤتمر في الجيزة قبل كده واترفعت بيه توصيات. المؤتمر ده كان في حلوان، كان المفروض هيحضر المؤتمر ده الدكتور محمد عمر النائب الوزير لشؤون المعلمين، ولكن طبعا في يعني في ظروف خارجه عن ارادته، لان كان في خامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجبل الاصفر. فحضر الاستاذ هشام السنجاري وكيل اول الوزاره لقطاع الخدمات التربويه، وكان مشارك بقى في المؤتمر ده ايه؟ كان ناجي حمادي، اسيوط، ملاوي، المنيا،
الجيزه شرق القاهره بجانب حلوان اللي هي كانت مستضيفه المؤتمر. كان مؤتمر جميل، خرج بتوصيات كويسه جدا. اترفعت طبعا، خدها الاستاذ هشام السنجاري اللي رفعها للدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين فيها، لان التوصيات دي مهمه جدا. لو قدرنا احنا ننفذ منها، كل مؤتمر ننفذ منها حاجه واحده بس، ان شاء الله هيكون في مكاسب كتيره جدا للمعلمين. زي ما قال سياده النقيب، ان في قانون معروض فيها. طيب معلش، في اتصال حاليا من الاستاذه صفاء، وبعد الاتصال الاستاذ صفاء عبد الفتاح مشرفه اجتماعيه. بعد ما نعمل المداخله معاها نرجع تاني للتقرير. اهلا بيك يا استاذ صفاء. الو استاذ صفاء، استاذ صفاء انا سامعاك. انا مش طبعا عايز اسمعني. اهلا بيك، ازيك يا استاذ صفاء؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. هي الحقيقه يا فندم هي مش شكوى بقدر ما هي صرخه من 36,000 مشرف اجتماعي على مستوى الجمهوريه. كام تاني؟ هي مش شكوى، هي بقدر ما هي صرخه من 36,000 مشرف اجتماعي على مستوى الجمهوريه. تمام، اتفضلي. يعانون من حرمانهم من بدل المعلم وبدل الاعتماد وبند اعباء وظيفيه. بدايه القصه يا فندم عند صدور القانون رقم 155 ل 2007 المعروف اعلاميا بقانون الكادر، تم الخلط بين المشرف الاجتماعي ومشرف النشاط الحاصل على دبلوم متوسط، وصدرت فتوى بعدم الاحقيه. تم رفع قضايا مستعجله في مجلس الدوله وافتت باحقيه المشرف الاجتماعي في صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد في 4/7/2009. في 20/8/2009 صدر قرار وزاري رقم 195 خاص بالتوصيف الوظيفي لعمل المشرف الاجتماعي، وعمله يناظر عمل الاخصائي الاجتماعي في المرحله الاعداديه. في 31/12 صدر قرار وزاري رقم 375 في 2009 من سياده الوزير يسري الجمل بنقل المعلمون والموجهون والاخصائيون والمشرفون الى الاجتاز والاختبارات الخاصه بتطبيق المرحله الثانيه من كادر المعلمين، وحصلوا على شهاده الصلاحيه الى الوظائف المحدده بالقرار الوزاري، وذلك بعد استيفائهم مده الخبره اللازمه وبعد ما استقرت الاوضاع الماليه والوظيفيه للمشرفين الاجتماعيين. تم ارسال فاكس من الاكاديميه المهنيه للمعلمين المنوطه بالتدريبات للترقيه في خصم كادر المعلم من المشرفين الاجتماعيين، استنادا على فتوى الجمعيه العموميه لمجلس الدوله بفتواها رقم 283 في 30/6/2011 من عدم احقيه المشرف في صرف بدل المعلم لانهم غير مخاطبين باحكام القانون رقم 155 ل 2007. وقد اغفلت الاكاديميه الماده رقم 72 فقره ب التي تنص على ان يستثنى المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليميه اثناء العمل بالقانون من المؤهل العالي. خطبنا الوزاره يا فندم، والوزاره خطبتنا بان تم انعقاد جمعيه عموميه ثانيه في 2017، ودي كان رد على محافظ الميه بناء على مناقصه الجهاز المركزي للمحاسبات واللي جاء بها من القرارات الوزاريه، وكذلك فتوى مجلس الدوله في 2009 خالفت نص الماده 70 و71 من القانون 155، حيث ان الوظائف المخاطبه بالقانون هي على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال، وبالتالي لا يمكن تعديلها او اضافه اي وظائف اخرى. الحل هو تعديل تشريعي للقانون 155 بحيث يتم اضافه المشرفين الاجتماعيين الى الفئات المخاطبه بالماده 70 و71 مثلهم في ذلك المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين. يعني هو دلوقتي في خصم تم منكم؟ الخصم يا فندم احنا دلوقتي ارجعنا الخصم لحين ورود فتوى من الوزاره، لكن في فعلا محافظات اتخصم منها زي الاسكندريه والمنيا. هو عشان بس اقول لك يا صفاء، في القانون اذا حصل الموظف على اجر ولم يكن متسبب فيه بالبطلان لا يرد
هذا الاجر ده تمام. ده 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 موجود عندنا. لكن النهارده ان احنا دلوقتي ان حكم المحكمه اللي، طب هل ده توجهت للنقابه بالحكم؟ خليكي معايا بس. طب توجهي لنقابتك بالحكم الموجود معاكي، واكيد ان شاء الله هيكون في حل باذن الله، طالما ده يخص 36,000 مشرف اجتماعي على مستوى الجمهوريه. دي كارثه وحاجه كبيره جدا جدا، ومش هينفع حد يسكت عليها. لان النهارده كنا فين من 2007؟ كنا فين من قبل 2007؟ ما نجيش النهارده بعد ما يكون في قرار خطأ من الاول فيها ان الناس تحاسب على قرار خطأ. انا بشكر حضرتك استاذه صفاء، ولكن توجهي اسماعيل، توجهي لنقابتك بالاحكام اللي موجوده معاكي، وان شاء الله باذن الله خير. وانا بضم صوتي لصوت 36,000 مشرف اجتماعي ان يكون في حل وانصاف المشرفين الاجتماعيين على مستوى الجمهوريه فيها. هنرجع هنشوف تقرير تكمله التقرير في حق المعلم، ونرجع لحضراتكم تاني. السلام عليكم. طبعا انا مش هرحب بيكم، انتوا في ارضكم في مكانكم، النقابه الفرعيه المعلمين بحلوان. كل الشكر والتقدير تلبيه الدعوه اللي وجهناها لسعادتكم. مش عارف اقول اي كلام كترحيب، لان انتوا زي ما قلت انتوا في مكانكم. مؤتمر حق المعلم اختيار الكلمه، لان احنا لينا حقوق كتير ضايعه ومهدره، زي ما قالت اختنا الاستاذه هويده، لازم التنفيذيين تحس بيها. انا عايز اقول لحضراتكم ان النهارده يوم سعيد جدا لحلوان. استاذه هويده قلت حضرتك مجهود سيد علي، لا ده مش مجهود سيد علي، ده مجهود زملاء كتير شغالين، هم اللي قايلين باللي حاصل حضرتك شايفاه كله. انا ما اكتر من اني بستقبل حضراتكم، لكن طبعا طبعا شكرا لحضراتكم، وشكرا لزملائي جميعا ورؤساء النقابات واعضاء النقابات. اتمنى لكم قضاء يومين سعداء باذن الله في حلوان، وشكرا ليكم. يعني ستصل هذه التوصيه ايضا، ومن المنطقي ان اللي يعمل يعني الجهد مقابل العمل او الاجر مقابل الجهد والعمل، وبالتالي يعني من المنطقي ان نصل لهذا ونستطيع ان ندافع عنه. طبعا وهي وسيله لعلاج العجز في بعض الاماكن، يعني دعونا نتفق جميعنا ان احنا، وانا اتحدث كمدير مديريه للاسماعيليه وللجيزه مرتين وللشرقيه مرتين، العجز الموجود في وظائف التدريس هو عجز نتيجه سوء توزيع. ويعني وانا على وضوء وهرجع للاستاذ ادم بعد ما اخلص اللقاء في صلاه العصر بنفس الوضوح، بالفعل استطيع ان اعرف على هذا، لكن بعض الاحيان لا استطيع برغم هذا التوزيع السريع ان اغيره. احنا على سبيل المثال كنت اتحدث مع الاستاذ محمد عبد الله واحنا قبل اللقاء، كان عندي في الشرقيه اداره اسمها مشمول السوق. المسافه ما بينها وما بين اي اداره ثانيه اقل مسافه من حاجه و30 ل 40 دقيقه، او مثلا في حاجات ثانيه للزباين فيها زياده في جزء. لا استطيع ابدا ان نقول الا ان هو نقل بناء عليه، وبالتالي الجزء بتاع حصص بالاجر او اعطاء مقابل الحصص يعني اكيد طبعا ده قرار منطقي. اعزائي المشاهدين، طبعا بعد ما شفنا التقرير رجعنا لكم تاني. المؤتمر ده كان عن حق المعلم. ايه كان اهم حاجه في التوصيات؟ النهارده عندي القرار الوزاري 53 ل 2016 خصم المجموعات المدرسيه.
احنا النهارده احنا دلوقتي في شهر ديسمبر، المعلمين اشتغلوا مجموعات مدرسيه شهر اكتوبر وشهر نوفمبر، وادينا في ديسمبر وما خدوش مستحقاتهم. ده على القرار 53 خاص بالمجموعات. المعلمين استجابوا وقالوا مش هنشتغل في السناتر بره، كلام يحترم. قالوا مش هنشتغل دروس، كلام برضو يحترم. واشتغلوا مجموعات داخل المدارس ولكن ما خدوش فلوسهم، ما خدوش مستحقاتهم. هم مش بيطالبوا بحاجه، ده هم بيطالبوا بمستحقاتهم اللي اشتغلوا بيها خلال شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، عشان الحساب الموحد مغلق. النهارده بتتولع فلوس المجموعات بالكامل ومش عارفين يسحبوا جنيه منها فيها. منين احنا ومنين الوزاره بتطالب المعلم او بتحارب الدروس الخصوصيه وبتحارب السناتر، وفي نفس الوقت هو بيستجيب المعلم وبيشتغل ولكن ما بياخدش حقه؟ ده ينفع؟ يا وزاره التربيه والتعليم، يا دكتور شوقي، هو قرار 53 الخاص بالمجموعات ده قانون؟ ده قرار وزاري، ده انت سهل تغيره ونرجع لنظام محاضرات. نظام المحاضرات سهله. انا عاوز النهارده المعلمين بيقولوا احنا عاوزين ايه؟ نجيب السنتر اللي بره نجيبه في المدرسه جوه. احنا مش عاوزين نطلع من المدرسه نطلع لبره، احنا عايزين نجيب اللي بره جوه المدرسه. عايزين النهارده يتم الكلام ده، يبقى النهارده تعديل القرار الوزاري ويبقى نظام محاضرات. المعلم يخلص ينزل عند السكرتير، حق الدوله ال 15% تتاخد، وال 5% اللي موجوده وال 5% اللي الخدمات موجودين ادي ال 10%، والمعلم ياخد مستحقات وقتي. يبقى انا لا جيت على الدوله ولا جيت على اي مستحقات، خصمت المستحقات من المنبع والباقي اديته للمعلم. تاكدوا تماما ان مش هيبقى في سنتر بره، كل معلم هيشتغل جوه مدرسته. لكن انتوا بالطريقه دي بتقولوا له اطلع بره تاني، روح اشتغل في السناتر، اشتغل دروس. مش تقول له بقى ان انا جبتك عندي ودخلتك مدرستك وهديك مستحقاتك، ده انت بتحاربه. عدم حصول المعلم على مستحقاته، اذا النهارده المعلم بيتحارب. طب هيعيش ازاي واحنا عارفين ان اقل دخل هو دخل المعلم، دخل ضئيل جدا المعلم. عاوز يشتغل مجموعات، يا دكتور شوقي ساعد المعلم، يا وزير التربيه والتعليم ساعد المعلم، يتلغي قرار 53 ويطلع قرار وزاري جديد تاني وينظم نظام محاضرات، والمعلم ياخد حقه والدوله تاخد حقها، وهتتفرجوا على النتيجه هتكون النتيجه بتاعتنا ازاي. يبقى هنا لابد من تطبيق المحاضرات، لازم نشتغل بنظام المحاضرات وكل واحد ياخد حقه. المعلم هيكون سعيد وهيشتغل، وهتحس بوزاره التربيه والتعليم ان قدرنا نجيب حق للمعلم. هنيجي برضه في الحساب الموحد التاني. احنا دلوقتي لما قالوا ان ولي الامر لازم يدفع في مكتب البريد او يدفع في البنك، والنهارده الوزاره بتطالب الادارات والمدارس تصور له الايصالات بتاعه الناس اللي دفعت. يا جماعه احنا عايزين نعرف دلوقتي اللي دفع قد ايه؟ الحصيله واثق تماما مش ممكن توصل 15%، رغم علما لما كان التحصيل في المدرسه على ايصال 123 كانت المدارس بتوصل اكتر من 90% سداد مصروفات. هتشوفوا الفرق، وهتشوفوا ان اللي اشار ان ولي الامر يسدد في البنك او يسدد في مكتب البريد مصروفات، اما تجيلكم الايصالات وهتبقى ارهاق على المدارس وعلى الادارات وعلى المديريات فيها، علشان يجيب لك النهارده لو سدد عنده 100 ولا 200 مطالب ان هو يصور 100 ايصال في المدرسه، اذا كان هو مش لاقي رزمه ورق يشتغل بيها في المدرسه، مدير المدرسه مش لاقي يجيب ادوات نظافه فيها، والمتابعات شغاله عليه، ولكن للاسف ما عندوش اي موارد مدير المدرسه النهارده يشتغل، لا يشتغل انشطه ولا يعرف يجيب حاجه للمدرسه. ليه؟ لان الحساب الواحد مغلق ومفيش. بيقول لك ان الطلبه دفعت فلوسها عن طريق الحسابات اللي كانت متواجده، 3 حسابات في البنك والبريد، فهجيب لك فلوس منين؟ والنهارده اللي بيحاسب او واقع عليه الظلم
هو مدير المدرسه اللي لا حول له ولا قوه، مش لاقي اي حاجه. احنا داخلين طبعا على امتحانات الصف الاول الثانوي، عشان نبقى عارفين ان السنه دي امتحان تدريبي هنتدرب عليه في مواد اساسيه اللي هم العشر مواد، ودي حتى انت لو معاك الكتاب مفتوح فيها كلها، هيعتمد على نظام بنك المعرفه، يعني دي تدريب السنه دي، لكن هيبقى الصف الثاني السنه الجايه ان شاء الله، والصف الثالث هم اللي هيتضافوا للمجموعه بعد كده للالتحاق بالجامعه. لكن بنطمن اولياء الامور، بنطمن ولادنا ان السنه دي سنه تدريبيه على النظام الجديد اللي احنا بنبعد بيه عن الحفظ والتلقين للفهم والابتكار. في نهايه حلقتنا بقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده ان شاء الله عليكم، سنه منتهيه في 2018، وسنه جديده علينا وعلى بلدنا وعلى التعليم وعلى اولادنا ان شاء الله بالنجاح في 2019. بشكركم في نهايه حلقتي، واشوفكم الاسبوع القادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقوى صحه في مصر، نيو هارت اسمي يعني صحه المصريين، مع افضل خدمه مستمره خلال 24 ساعه بالمستشفيات والمراكز الطبيه التابعه لنا، بمستشفيات نيو هارت المعلمين بالقاهره، ومستشفى النهار بمدينة نصر، وأفضل علاج للأورام بالإشعاع مع خدمة IMRT بمستشفى الخير بالمنصورة والأولى بدلتا مصر. للتواصل مستشفيات المعلمين بالقاهرة 010-688-72-33، الأنجلو 010-28-03-757. نيو هارت اسمي يعني صحة المصريين.